وها المجلس الأعلى للغة العربية من خلالكم إلى كل علماء المنطقة الأحياء والأموات. فإنه ببساطة خدمة اللغة العربية بلا مقابل. الملتقى ملتقى التطوعي اللغوي من تنظيم المجلس الأعلى للغة العربية بالتنسيق مع كلية الأداب واللغات بجامعة القرداية. الهدف منه إشعار أهل اللغة والناطقين بها ولربما بغيرها أن يتفانوا في خدمة هذه اللغة العظيمة، ليس من قبيل الواقع ولا من قبيل الموضوعية أن نبث شكوانا على أن هذه اللغة محرومة أو أنها تعاني. هذه أمور لا تزيد من أمر اللغة ولا تنقص منه شيئا، إنما خدمة هذه اللغة وفي صمت وبكل تفان وأريحية وإخلاص نية. هناك حينما نقدم هذا العمل، كل منا يقدم العمل المنوط به بل وأكثر، نصل إلى أننا تطوعنا في خدمة هذه اللغة المجيدة. طبعا اللغة العربية تعيش بعض المضايقات، هذه المضايقات هي مؤقتة، لا يعني أنها هي دائما ثابتة فيها، بقدر ما نرى الآن هذا التطور الذي تشهده اللغة العربية بدءا من الرعاية السامية التي أعطاها السيد رئيس الجمهورية لشهر اللغة العربية، وهذا اهتمام نوعي. كذلك الآن ما يطرأ من وزارات في تعميم استعمال اللغة العربية ومنع اللغات الأجنبية، كذلك ما نشهده الآن على مستوى ما له علاقة بتطوير اللغة العربية قياسا باللغات الأخرى. الآن المجلس الأعلى للغة العربية مع فرق البحث مع الجامعات الوطنية، ونحن الآن في جامعة العلم، جامعة العلماء، جامعة طفيش الحقيقة، جامعة علماء الكبار أمة في الوطن الجزائري، هؤلاء الذين مجدوا اللغة العربية وعملوا على تطويرها ويعملون، حفظهم الله جميعا. إذن اللغة بخير، لا اللغة العربية بخير، لا 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 يمكن أن نضفي عليها، ربما أن نقيس على بعض الهنات على أنها عامة، لكن الغيرة تدفع بعض الناس بأن يقولون العربية في خطر، لكن الحقيقة لا يوجد الخطر بقدر ما يوجد اختلاف في المنهجية ليس إلا. شكرا، بارك الله فيك.